الأسرة أعظم كيان. أي مجتمع مليان كيانات كتير، في أندية وفي أحزاب وفي شركات وفي مصانع، دي كلها كيانات، ولكن أعظم كيان هو كيان الأسرة. وعشان كده السيد المسيح لما بنشوف أول عمل يعمله كان تكوين أسرة من خلال عرس قانا الجليل. ولذلك الأسرة كيان غالي، وغلوه ده لأنه يصنع قديسين في الحياة. أنت اخترت دي بعد صلوات وبعد مشورة وبعد تفكير وبعد مناقشات، واخترتها واعتبرتها هدية المسيح ليك، فصارت هذه الزوجة من يد المسيح. الدنيا مليانة بنات خالص، لكن دي من إيد المسيح تبقى أغلى البنات. نشكر ربنا، سيدنا ما بيتأخرش عننا، ودي مش أول مرة يخرج لنا دفعات. احنا بدينا من 2010 وكل سنتين بنخرج دفعة، احنا النهاردة بنخرج الدفعة السادسة. فنشكر ربنا جه اليوم الجميل النهاردة ببركة القديس يوسف النجار، بصلوات سيدنا قدس البابا لما تدرس الثاني، ان احنا نخرج الدفعة دي. مركز المشورة بيقدم معونة ومرافقة للأفراد أو للجماعات على كل المستويات. عندنا مشورة طفل، مشورة مراهق، مشورة أسرية، مشورة زوجية، مشورة فردية لأي حالات. النهاردة احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، تخريج الدفعة السادسة من المشورة بجانب توزيع الرخص وتكريم المشيرين القدام، وده في نطاق حاجة جديدة جدا على يعني مجال اسكندرية كلها، ان في رخص هتتقدم للمشيرين. مركز الكلمة بيقدم خدمات كتير جدا، منها دبلومة المشورة بتستمر 3 سنين، منها 2 سنين اكاديميين دراسيين وسنة دبلومة عملية. مدة الدراسة كانت 2 سنين، وكان فيهم سنة تدريبية اتعلمنا فيها حاجات كتير قوي، اكتسبنا فيها مهارات، عرفنا ازاي نتعامل مع البيئة المحيطة بينا، وعرفنا ازاي نكتسب مهارات جديدة. احنا مبسوطين النهاردة ان احنا بنتخرج بيد قداسة البابا، وده شرف كبير لينا جدا ان هو يحضر بنفسه الحضور. خدمتنا الاساسية مساعدة الناس المتألمة، مساعدة الناس المحتاجة. بنقدم ده من منطلق روحي، منطلق كنسي، منطلق نفسي، منطلق انساني.